ما بتخافوا الله يا عالم؟ في آخرة، في آخرة، في الله بدكم توقفوا قدام. كارين سليمة تتعرض للاعتداء وتكشف هوية الفاعل، ما حصل معها لا يصدق، وردت فعلها فاجأت الجميع. كشفت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية كارين سليمة تعرضها للاعتداء من قبل فتاة تكبر ابنتها بخمس سنوات بحسب قولها. وفي التفاصيل، نشرت كارين على حسابها عبر تويتر تغريدة روت فيها الحادثة التي حصلت معها، إذ قالت: لقد تم مهاجمتي جسديا من فتاة تكبر ابنتي بخمس سنوات، لقد تعدت علي جسديا ولفظيا بأبشع العبارات ولم تتوقف، كله كرمال عم إلا انتبهي ما تدور بسيارتك انت عم تصفي. انتو وين من يسوع المسيح؟ مش قراب، مش وتابعت: تواصلت مع فصيلة الدرك وأنا بصدد رفع دعوة بالمغفر هلأ، بتمنى أني أقدر أخذ حقي بالقانون. مضيفة: الكل سألني ليش ما دفعتي عن نفسك أكثر حتى الأشخاص يلي تجمعوا، ببساطة لأني خفت من التصوير، من البهدلة، ضليت ساكتة حتى الناس ما تبرم علي، أنا كتير حزينة كتير كتير. هذا وشكرت سلامة فصيلة الدرك والمعاون الأول والمدعي العام، لافتة إلى أنها تصرفت ضمن القانون، فقالت: أنا ما أخذت حقي بإيدي لأحتكم للقانون، وهيك صار والباقي على الله. ومطلوب منا شو؟ تعرف شو مطلوب منا؟ نكون مهذبين. إذا وكانت كارين تعرضت منذ أشهر لعملية سرقة في مكان عام، حيث اتهمت سيدة كانت تجلس بجوارها بسحب مبلغ مالي من حقيبتها. وفي التفاصيل، كتبت كارين على تويتر: قبضت مبلغ لقاء دوري بمسلسل، طلعت جبت ابني بالبيت بكتشف انه المبلغ مسحوب من جزديني، للمرأة يلي كانت قاعدة حدي ومع اولادها: مش رح ادعي على اولادك لاني ام، بوقت عم بحفر بالصخر لطلع القرش، ان شاء الله بتحطيهم على صحتك وليوم بتشوف الخير. كلكم ما بقى تحكوا، خلص. وفي سياق منفصل، نشرت كارين سليمة على حسابها عبر تويتر صورة لها برفقة والدها الراحل بمناسبة عيد الأب، أرفقتها بالتعليق التالي: الوقت ما بحياته بنسيك الأحباب، بالعكس بوجعك أكتر يا روحي يا بيي، لو بقدر أحضنك وشمك لدقيقة بس، رضاك يا عمري، طول عمري بدي رضاك، ترضى علي من فوق يا خيرة الأوادم. مش منيح أنه نحن تمسحنا، مش صحي انه نحن بابا نحس هذا، يعني نحن بابا. هذا ونشرت كارين في تغريدة اخرى صورة ظهر فيها زوجها وابنها، واخرى جمعت زوجها وابنتها بمناسبة عيد الاب، وعلقت عليها بالقول: السند عيد اب سعيد.